قال شيخ الإسلام رحمه الله إن سورة الإخلاص نفت عن الله عز وجل الفروع والأصول والنظائر، فقوله عز وجل لم يلد نفي للفروع، لم يولد نفي للأصول، ولم يكن له كفوا أحد نفي للنظائر والأشباه. وليستحقت هذه السورة أن تعدل ثلث القرآن كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.